السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر بعضًا من صفاتهم، ثم ذكر جزاءهم فقال سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الحسن البصري رحمه الله: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح. وقال ابن القيم رحمه الله: علق الله فلاح المصلين بالخشوع في الصلاة، فدل على أن من لم يخشع في صلاته فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثواباً لكان من المفلحين. أيها الإخوة الأفاضل، الخشوع أو خشوع القلب هو لينه ورقته وسكونه، فإذا خشع القلب خشعت بقية الجوارح لأنها تابعة له. ففي الصحيحين من حديث النعمان بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وروى الإمام أحمد مسنده من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فنظر في السماء وقال: هذا أوان رفع العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد: يا رسول الله، أيرفع العلم وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضلال أهل الكتابين وعندهما كتاب الله. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس فذكر له ذلك، فقال: صدق عوف، أتدري ما ذهاب العلم؟ قلت: لا. قال: ذهاب العلم ذهاب أوعيته. أتدري أول شيء يرفع من هذا العلم؟ قلت: لا. قال: الخشوع، حتى لا تكاد أن ترى خاشعاً. وهذا الذي يحصل، فإذا دخل الواحد منا المسجد بدأت الوساوس والأفكار والانشغال بأمور الدنيا، فما يشعر المصلي إلا وقد انتهى الإمام من صلاته، فحينئذ يتحسر على صلاته التي لم يذق حلاوتها ولم يخشع فيها، وإنما كانت مجرد حركات وتمتمات كجسد بلا روح. قال ابن القيم رحمه الله: وصلاة بغير حضور قلب ولا خشوع كجسد ميت بلا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي جارية ميتة أو عبدا ميتا لأحد من الناس؟ فكذلك الصلاة بغير خشوع، فما ظنك أن تقع هذه الهدية إلى أمير أو ملك من الملوك؟ فكيف يهديها هذه الهدية لملك الملوك سبحانه؟ ولذلك لا يقبلها الله تعالى منه، وإن أسقطت الفرض في الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للمرء إلا ما عقل من صلاته. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، ربعها، ثلثها،
نصفها، وإنما يحصل هذا الخشوع لمن فرغ قلبه لهذه الصلاة واشتغل بها عما عداها، فحينئذ تكون له قرة عين. ولذلك جاء في سنن النسائي من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود كان إذا حزبه أمر صلى وقال: أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بهذه الصلاة، وليس كحال بعضنا أرحنا من هذه الصلاة، لما يجد عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة من انشراح الصدر ونعيم القلب. أيها الإخوة الأفاضل، من الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة، أولاً أن يستحضر المصلي أنه يقف بين يدي جبار السماوات والأرض. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثانيا، أن ينظر المصلي إلى موضع السجود ولا يلتفت في صلاته، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه. ثالثاً، أن يتدبر المصلي القرآن الكريم الذي يقرأه، وكذلك الأذكار، أذكار السجود والركوع التي يقولها لا بد أن يتدبر ما فيها، فإذا قال سبحان ربي العظيم فيتفكر ويتأمل أنه ينزه الله جل وعلا عما لا يليق به. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. رابعاً، أن يصلي صلاة مودع. ومعنى أن يصلي صلاة مودع أن يعتقد أن هذه الصلاة ربما تكون آخر صلاة في حياته. روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث سعد بن عمارة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلاً قال له: عظني في نفسي. قال: إذا صليت فصلي صلاة مودع. خامساً، ألا يصلي وهو حاقن يدافعه الأخبثان، ولا يصلي بحضرة طعام، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكذلك إذا كان أمامه ما يشغله من زخارف أو صور أو ملهيات أن يبعدها، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على خميصة لها أعلام فقال: أبعدوها عني فقد ألهتني في صلاتي، وأتوني بجانية أبي جهم بن حذيفة، فأخرجوها أو أبعدوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. سادساً، أن يجاهد نفسه في هذا الخشوع، فالخشوع ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى مجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سابعاً، أن يستحضر المصلي الثواب المترتب على الخشوع، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها، وذلك الدهر كله ما لم تؤت كبيرة. أيها الإخوة الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خشوعاً في الصلاة،
فجاء في سنن أبي داود أن النبي من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، مثل الرحى المقصود بها الطاحونة التي تدور وتخرج صوتاً، والمقصود أنه كان يبكي عليه الصلاة والسلام ويخشع في صلاته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث عائشة كان رجلاً بكاءً لا يكاد يسمع الناس من بكائه. وفي صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه سمع نشيجه من آخر الصفوف ويقرأ قول الله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.